غوارديولا، ما تخرجوش يا غوارديولا. لم اكثر عن التعليق بعد، لا يمكننا الكلام بعد، لا يمكننا الحديث بعد. اين ستجد المفردات بعد؟ اين ستخرج الالفاظ بعد؟ كيف ستكون الكلمات بعد؟ اي قاموس بعد؟ اي نواميس بعد؟ اي كوره بعد يا ولد الفانكول؟ فانا اقولها ونريح ضميري، انا في رايي بكل اللي عمله مع برشلونه وبكل الارقام اللي يكتبها ويدونها وبكل الركور اللي يمتلكها، اعتقد في لحظه صدق وفي لحظه حقيقه انه اكبر لاعب في التاريخ. ميسي اكبر جعان، وهذا اللي خلاه اكبر لاعب في تاريخ كره القدم. عذرا حبيبي ديجيتو، عذرا يا البيبي، عذرا يا لورو، عذرا يا مارادونا، كم استمتعت ومتعت جينا لسنوات، ولكن اليوم ما قلبتش الفيستا، لم اغير قميصي، ولكن فرض علي ارجنتيني اخر ان اقر، ان اعترف انك النمبر وان. ماذا ساقول؟ اخفض الصوت، لا تحتاج الى تعليق، لا تكلم العرب اكثر مما يتحملون، دعهم يفسرون، دعهم يحللون، دعهم يعلقون، دعهم يتكلمون، دعهم يقتسمون معك الكلام، لا تكن اماني ايها المعلق، دعهم يشتركون معك في التعبير عن الابداع، ارجوكم لا نكن متعصبين، مدريديين، بلباويين، فرنسيين، اتلتيكيين، ارسناليين، مانشستراويين، بافاريين، ميلانيين، انتريين، يوفنتيين. طبعا ممتاز، الكلمات ليست صحيحه، ليست مختبار. جننتني والله يا ميسي، جننتني والله يا ليو، هبلتني يا ابن الارجنتين. ماذا عساي ان اقول؟ لن اقول شيء لاني لم اجد فيك الكلمه. عودة ميسي، روح ميسي، فضيلة ميسي، الري ميسي، الأمير ميسي، إمبراطورهم ميسي، ملكهم ميسي. لو استقلت كاتالونيا رغم أنه أرجنتيني من روساريو من بلد جيفارا، سيولونه الملوكية وسيمنحونه لقب الري. يمشي ميسي على التالي، يمشي ميسي يا بابا يا بابا يا بابا يا صلاح، كرة الثانية. الله مش معقول، مش معقول، المجنون مش معقول.